علشان لما انا اتكلم لا تلوموني. منعوا المركبات من العبور من الجسر المعلق وسمحوا للاطفال. شوفوا الاطفال، شوفوا الاطفال اللي قاعد يمروا، اطفال صغار بنات واولاد، وشوفوا المعدة اللي قاعد تشتغل فوق روسهم. بالله عليكم من يرضى بهذا المشهد؟ من يرضى؟ اطفال، شوفوا 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 الطفل وين وشوفوا المعدة وين قاعد تشتغل. هذه لك ناس قاعد يشتغلوا فوق، شوف معدة قاعدة تشتغل في الجسر ويسمح للأطفال بالمرور من تحت هذه المعدات. من المسؤول الآن؟ رسالتي أنا، من المسؤول؟ ما في مسؤولين يجوا يشوفوا؟ يعني الآن مسؤولين قاعدين في مكاتبهم ما قاعدين يشوفوا؟ سكرتوا الجسر وبنعتوا السيارات وسمحتوا للأطفال أنهم يعبروا من تحت المعدات اللي تشتغل؟ حقيقة عليك سلام حبيبي، حقيقة لا تعليق، لا تعليق. أنا ما أعرف إيش اللي قاعد يصير حقيقة. رأيك في الموضوع بكل صراحة؟ والله رأيي في الموضوع أنا أشوفه يا إنه يغلق إغلاق تام من ناحية الأطفال والسيارات، أو إنه ما يغلق للسيارات. وقال شفت أنت المعدة اللي شغالة فوق وهذاك اللي عنده أغراضه فوق العامل، لو يطيح شيء على الجاهل ما أتوقع إنه المسؤول بيرضى حتى على طفله إنه يمر في هذا الخطورة. صح، فأطفال يمروا وسباين تشتغل فوق. لو ضربت على راس ياهل راح من كيس هله. من المسؤول؟ ما هذا هني. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.